السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرم تيفي. نتمنىكم تكونوا جميعا بخير وعلى الف خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم شهيوه متميزه سهله مهله توجد معكم في اقل وقت، في 10 دقائق واقل تكون جاهزه. اذا هاد الحريشه هادي اللي كنشريوها من على برا فكتجي في الدار احسن من اللي كنشريو من الزنقه، فكتجي زوينه رائعه مع كل اسرار نجاحها ان شاء الله. تابعوا الفيديو حتى الاخير باش تكتشفوا جميع الاسرار، واكيد ان شاء الله غتنجح معكم من اول تجربه حتى بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي عمرهم ما داروها. فكتجي زوينه شيشه طريه ورائعه وكطيب بسرعه. اذا هنا عندي السميده ديال الحرشه، عندي نصف كيلو 500 غرام، عندي اقل شويه من نصف كاس ديال الزيت النباتيه. كيف شفتوا نصف كاس ما كاملش ديال الزيت النباتيه، فكنفرغوا بحال هكذا في داك نص كيلو ديال السميده وكنرملوها هكذا حتى كتشرب السميده داك الزيت. ما غاديش نلمسوها نهائيا بيدينا، بكل بساطه وبسهوله كبيره غادي نتوجدوها غير في الوقيته هكذا اللي توجدوا كويس داتاي ولا قهوه، فغتلقاو ان الحريشه ديالكم طيبه وغادي تحماقوا عليها ان شاء الله، غاتجي زوينه كيف ما تشهى خاطركم اكثر من اللذه، احسن من اللي كنشريو من على برا وما فيهاش نهائيا كثره المقادير. يعني المكونات اللي هي بسيطه بزاف، غادي نعجنها معكم فقط بالماء وغادي نشوفوا اللذه. يا سلام. اذا هكذا من بعد ما خلطت فممكن انكم تخليوها شي شويه د الوقت، تقريبا انا خليتها هنايا حدايا غير واحد 10 دقائق بما وجدت بقيه المكونات وحطيت كل شيء هكذا حدايا، ويعني قادي داكشي اللي بغيت. ممكن انكم تخليوها هي شحال ما خليتوها شحال ما كتجي افضل، ممكن تخليوها هكذا واحد نص ساعه ترتاح، تخليوها اللي بغيتو هكذا. و الا بغيتو توجدوها بسرعه فحتى هكذا كتجي طريه وزوينه بزاف بزاف. انا خليتها بالضبط 10 دقائق وبديت. درت هنا واحد بلاتي قبل ما تبداو ديروا فيها هاد المكونات، تاخذوا واحد شويه تقريبا واحد جوج معالق ولا ثلاثه تنقصوهم باش غادي نقرصوا، جوج معالق كبار ولا ثلاثه ولا اكثر غادي نحتاجوهم في اننا نبسطوا بهم من بعد الحرشه ان شاء الله. يعني غتخلي واحد شويه واحد الكميه. درت هنا واحد نصف ملعقه ديال الملح، الملح غير شويه نصف ملعقه، والاول اللي درت هو السكر سنيده، درت ملعقه صغيره عامره. درت واحد ربع ملعقه ديال خميره الخبز، وتقريبا واحد 4 غرام ديال خميره الحلويات، نص كيس، كيس ديال 8 غرام درت غير النص ديالو، 4 غرام ديال خميره الحلويات. اذا ربعة الحاجات اللي زدت، خميره الخبز ربع ملعقه، نصف ملعقه ديال الملح، ملعقه كامله ديال السكر سنيده، ودرت كيف شفتوا 4 غرام نصف ملعقه ولا اكثر شويه ديال خميره الحلويات. صافي هذه هي كل المكونات وكنجمعوا بالماء. بالنسبه للماء هانتوما معايا حتى تشوفوا القياس بالضبط، واخا راه صعيب نعطيكم داكشي بالتحديد، يعني ضروري تكون معايا القاجوج ديال الماء زايده ناقصه على حساب السميده ديالكم واش كتشربوا ولا لا. اذا درت جوج كؤوس ممتلئه، اغلبيه فاش كندير هكذا نص كيلو فجوج كؤوس كيجيوني هما هذوك، ولا كنحتاجو نزيدو هكذا واحد المعلقه جوج. فهنا درت جوج كؤوس ممتلئه وبقات شويه ناشفه، فزدت واحد قل من ربع كاس ديال الماء تقريبا واحد جوج معالق كبار عامرين، فولات لي بحال هكذا، يعني خاصها تجي خفيفه باش تجي رطبه وطريه من الداخل، ما كتبقاش فازقه بزاف بالماء وانما كتجي خفيفه بهذا الشكل اللي شفتوا معايا. كناخذوا واحد المقيله فاش غادي نطيبوها فوق البوطه. اذا هنا عندي دوك المقاليد الثقال، راه قديمه عندي كطيب ليا مزيان كتعجبني، يعني كتجيني صعيبه نبدلها، زوينه رائعه في الطياب ديال كل شيء. هاد المقالي هكذا الثقال فدهنتها بواحد شويه ديال الزبده زيت، عفوا زيت النباتي، تقريبا واحد نصف ملعقه ديال الزيت ولا ما كاملاش، راه شفتو غير شويه، ودوزت هكذا على الشيته ولا بالايادي ديالكم دوزوه. من بعد غادي نجيبو خليط ما بين السميده الناشفه وشويه السميده اللي نقصت، ها انتما كتشوفوا. اذا كنبسطو بحال هكذا حتى كيلصق ليا فديك الزويته باش ما كتبقاش الشيطه تحرق وانما كتلصق في الحرشه ديالنا، كتجي محمره وزوينه. اذا شحال ما نقصوا كثر ديال هكذا ديال هاد السميده، يعني من بعد ما كنرملوها كيكون افضل لانكم غتحتاجوها في التقريص ولا حتى الفوق، يعني كتدهنوا بها الحرشه ديالكم. اذا كيف شفتوا ما كنقرص الحرشه ما حتى شي حاجه، غير كندورها هكذا في البانيو اللي عجنت فيه، كندورها هكذا في هاد البول وكنخويها في المقيله، فكتنزل ليا بحال هكذا، كنبقى نبسطها حتى تحصلوا على الشكل اللي بغيتو. اذا كنبقاو نبسطوها، انا غادي تشوفوا ان شاء الله معايا، نتوما شفتوا في التقديم الشكل ديالها كيف كيجي، يعني ما كتجي لا رقيقه ولا غليظه،
فانتوما والقياس اللي بغيتو، يعني الا بغيتوها تجيكم رياضه بغيتوها كذا تحلوها ودهنوها بزاف من الداخل، فممكن انكم تخليوها غليظه شويه اكثر. بغيتوها ارق ممكن انكم تبسطوها اكثر. اذا هنا في هذا نص كيلو اللي درت القياس ديال نص كيلو، يعني دار لي تبارك الله واحد الحرشه اللي هي كبيره في المقله، غير هي ما كنوصلهاش حتى الجناب. انا غادي نقدم معكم الجناب وغادي نشوفوا كي غادي يجيو. اذا كناخذ هذيك السميد الباقيه يعني اللي مديرها هكذا مع الزيت، فكنخبيها كامله الفوق كيف كتشوفوا وكنسرح بها. ها انتم كتشوفوا معايا، يعني كناخذوا هكذا واحد السباتولا ولا شي حاجه هكذا باش كنقلبوا، وكنحاولوا اننا نقادوا الجنيبات كنوقفوهم بحال هكذا باش ما كيتكسروناش كيبقاو زوينين من الجناب. صافي كنوقفوها بحال هكذا وها حنا سانينا غادي نديرها فوق النار طيب. اذا بالنسبه لهذيك السميد اللي نقصنا شحال ما نقصتو كديروه الفوق كتسرحوا، يعني كيجي زوين كتسرحوه وتقرصوا به الحريشه ديالكم. صافي دابا انا شعلت النار، ها نتوما شفتوا معايا درت على الراس ديال البوطه الكبير باش يلا يتوزع لي الحراره بشكل متساوي، والحراره ما كنقصوهاش، يعني الا نقصناها فكتشرب هذيك السميده وكتجي قاصحه، فكنخليوها متوسطه ولا اكثر شويه من متوسطه. كنخليها فوق النار، الا بانت لكم بدات كتنفخ شي شويه كدير الفقاعات فممكن انكم اما تقبوها هكذا بشي كيغدون شي عويد هكذا شي كيغدون تقبوها، ولا تجيبوا هكذا شي طبسيل ولا شي حاجه اللي ملسه من التحت يعني عندها نفس الشكل بحال هكذا بحال البلاطو، ونديرو هكذا نضغطوا عليها شويه، ولكن ماشي تكون هكذا خضراء يلا حطيناها ونضغطوا عليها، لا حتى كتشد في راسها ملي كتبدا دير لكم هكذا شي شويه الفقاعات ولا شي حاجه، يعني راه بدات طيب من التحت وجدات في راسها. فكنحط هكذا شي حاجه باش كتبقى ليا ملسه، يعني ما كتجيش شي جهه هكذا طالعه، ولا ممكن تكتفيو غير بدوك التقيبات هكذا اللي درنا بكيغدون ولا بعويدات راهم كافيين. اذا هكذا ملي كتبدا الحريشه تشد في راسها فكنبقى ندورها مره مره يعني باش كتحمر من كلهم الجوانب. اذا كيف شفتوا انا كنحرك المقله، يعني ماشي تبقى طيب غير من جهه تحرق ليا والجوايه اخرين، لا كنبقى نحركها حتى كتبان ليا تحمرات من الجنيب، عاد غادي نقلبها راها بسرعه كتوجد، يعني الا غفلتوا عليها وخليتوها مده طويله راه تحرق ليكم. اذا فغي واحد شويه وكنقلبها. انتم شفتوا الطريقه باش كنقلبها، انا غادي نحطها ونقلب ونعاود نوريكم يعني الشكل ديالها كيف لقيتها. ها انتوا ها هي بانت لي بدات كتحمر من الجناب فحيدتها لا تحرق ليا. اذا الا بغيتها محمره اكثر غير شويه ملي طيب من الجهه الاخرى ونعاود ثاني نقلبها على هاد الجهه. المهم غير ما تغفلوش عليها باش ما تحرقش ليكم، راه بسرعه كطيب وكتوجد، خصوصا واننا دهنا بداك شويه الزويته ودرنا ديك السميده شاربه الزويته فبسرعه كتحمر لينا. اذا ها نتوما ملي حيدتها يعني حتى الوجه الاخر بغيتو يجيني احمر وزوين، فغادي نحيد هذاك البقايا الزوائد ديال السميده لان الا بقات غادي تحرق، وندهن بزويته وننزلها بحال هكذا فبسهوله كتنزل كيف كتشوفوا. صافي انا كنحطها في المقيله وكنخليها. الجهه الثانيه ما خداتش ليا الوقت، خليتها تقريبا غير واحد 4 دقائق تقريبا. ها انتما انا قلبت فلقيتها طايبه وزوينه بحال هكذا بغيتها، محمرتها محمره فكتجي رائعه شهوه منها. اذا ما كتاخذش نهائيا الوقت، غير ديروا معاها بالكم. فالنار كيف شفتوا درتها متوسطه ولا اكثر شويه من متوسطه، غير ثاني ما جهدوش بزاف بزاف باش ما تحرقناش وما نقصوهاش باش ما تشربش لينا وتجينا قاصحه. فهذه نصيحه مهمه جدا باش تنجح لكم الحريشه ديالكم. ندهنوا المقله والمقله بارده، يعني ما كنسخنها ما حتى شي حاجه هكذا غير زيتها بارده، دهنت وحطيت فيها وحطيتها فوق النار اللي هي مرتفعه شي شويه وكنخليوها ما كنغفلوش عليها، يعني كتبقى عينكم معاها. كنبقى في الاول صعيب باش نهزها ونحركها، كنبقى نحرك المقله هكذا كنشد المقله بشي زويف وكنبقى ندورها من كاع الجوانب، ومن بعد صافي من بعد فاش كتقلبوا على الجهه اخرى فبسرعه كتوجد غير بوحدها ما كتعذبكمش. فجاتني بهذا الشكل محمره وزوينه غزاله، ممكن تقدموها باي شكل بغيتو. انا دهنتها هكذا بشويه د العسل الحر وحطيت فيها زبيده بلديه فكتجي هكذا رائعه وصحيه. انا درتها هكذا للكوتي في العشيه، فكيف شفتوا درت شويه ديال العسل وشويه ديال الزبده، وانا غادي نقطعها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيف كتجي. فكتجي رائعه لذيذه وزوينه بزاف بزاف، والاهم من ذلك انها اقتصاديه ما كتكلفنا حتى شي حاجه، تقريبا واحد 5 دراهم ما كاملاش، يعني كيلو السميده ب 7 ولا 8 دراهم، احنا درنا غير النص ديالو يعني تقريبا واحد 3.5 حتى 4 دراهم صافي هي اللي غادي نحتاجو، والباقي كيف شفتوا راه غير الخميره وواحد
الكؤوس ديال الماء باش غادي ناخذ القياس، فكتجي بحال هكذا، كتجي طريه زوينه لذيذه رائعه ما تشبعوش منها. ها نتوما كتشوفوا معايا، اذا فاش كنديرها كلشي كياكلها، الصغار الكبار ما كيشبعوش منها، شحال ما درت منها ما كيبقاش. نتمنى ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم وتطبقوا الوصفه في بيوتكم، وما تنساوش تدعمونا، تخليونا الاعجاب ديالكم والتعاليق الزوينين، وتشاركوا في الفيديو وتعاونونا ببارطاج.